بالنص اكو اساس. بيتها كبيرة؟ ماكلاك ذني شنو فاتت الدود ماكلة شنو فاتت الدخان هذا يهدي النحل طلع يهدي النحل هذا الدخان حسبات ان صار حريق انه لا صار حريق ايه يروح يشربان عسل على انه يشرب دم حسب حسابهم فمن تحط لهم دخان يروح يشربان عسل اذا شربان عسل انه بيهدان متى هذا عبالك مادي ماكل جوه مو مثل المنفاخ سيد هذا هسه ما انا لو مخابرني والله جيت اخابرك من سيد ما لمنا ما ادري لو ما بي عسل كذا بيته عدل حمى زين هاي حضنة مفتوحة مغلقة شنو هاي بس علمنا فهد شنو الحضنة هاي حضنة يرقات هاي المغلوقة شوفها الجوزية ايه بالنص اكو اساس هن الاساس مختوم هيك شلون ذن الحلقات النوب النحل يرفع يعني احنا نسميه نفخة نفخ هاي شنو ذن هناك شنو المكامات هناك نحل اعطيني شوي كمان ما سيد هيدار حبيبي شلونك؟ اليوم شلون هذا السمكه شلون راي على طريقة شوية؟ راح ارتب لك اياها شنو الوضع؟ ها؟ ترتيبه تعال شوف النار شلون حلوه نشوف والله النار دقيقة هاي هيجي ايه نزل السمكه على ظهرها تعال صور لهذا عاشت ايدي بس هاي خلنا سطوفكم هاي انا مو جعت بس ان شاء
شنو؟ شوف الدجاج احمد. هذا النيابة عد باسطة فوق